وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل نرحب بك معنا عبر شاشة التلفزيون المصري. بداية، شركة النصر للكيماويات الوسيطة، حدثنا عن هذا الصرح الصناعي المتفرد في هذا المجال في الشرق الأوسط. هو بالفعل شركة النصر للصناعات الوسيطة من أهم الشركات اللي متواجدة في منطقة الشرق الأوسط ككل، هي بتهدف في المقام الأول إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المنتجات التي تحتاجها الدولة المصرية في العديد من المجالات، في المجالات الطبية، في المجالات الصناعية، في المجالات الزراعية. أيضا هناك أكثر من مصنع وصل حتى وقتنا هذا، 39 مصنع من داخل هذه الشركة لإنتاج كافة المواد والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في هذه المواد. وإحنا عارفين أن في أكثر من مكان لهذه الشركة، في لها فرع في العين السخنة وأيضا في الفيوم وفي منطقة أبو رواش، وتهدف زي ما بقول لحضرتك إلى الوصول للاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات الهامة جدا داخل الدولة المصرية، وهي بالفعل هي ليس لها مثيل في منطقة الشرق الأوسط ككل، بتسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. ده ضمن الاستراتيجية اللي وضعها الدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 حتى الآن، هذه الاستراتيجية بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من المواد الاستراتيجية وأيضا الصناعات الاستراتيجية تكفي الدولة المصرية في وقت الأزمات، لأن كان في استراتيجية واضحة لوضع التهديدات أو المخاطر أو الأزمات التي قد تواجه الدولة المصرية خلال أي فترة من الفترات، وهو ده اللي احنا شفناه خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. قدرت الدولة بفضل هذه الاستراتيجية ان احنا نغطي بنسبة كبيرة جدا المنتج المصري يكون موجود في السوق، وخاصة زي ما شفنا انتاج الاكسجين الغازات من المصنع، انتاج ايضا المواد الزراعية، الاسمدة الازوتية، وكل دي حاجات بتساهم بشكل كبير في التنمية داخل الدولة المصرية، وأيضا توفير كل ما هو ممكن للقضاء على الأزمات، للقضاء على أي مواجهة، أي تهديد قادم على الدولة المصرية، زي ما قلت لحضرتك الفيروسات، الأمراض، الأزمات، السلاسل الإمداد وخلافه. كل ده لازم يكون في بدائل مصرية، وهو ده اللي قدرت شركة النصر انها تقدر توفره في الفترة الحالية. احنا عندنا برضو زراعات كتيرة جدا داخل الدولة، مساحات خضراء كتيرة تم البدء فيها، زي مشروعات مستقبل مصر، زي مشروع 1.5 مليون فدان، توشكا، وادي الشيح وخلافه. كل دي محتاجة مواد نقدر ان احنا اسمدة تقدر ان احنا نوفيها عشان الزراعة دي تتم. وبالفعل مجمع الاسمدة التابع لشركة النصر قدر ان هو ينتج هذه المواد بشكل كبير جدا، وايضا سيتم افتتاحه بإذن الله مجمع آخر إن شاء الله قريبا، وهو ده هيواكب زيادة المساحات الزراعية داخل الدولة المصرية بشكل كبير. إذن هذا المصنع هو مصنع استراتيجي بالنسبة للدولة المصرية، مصنع زي ما بقول لحضرتك ليس له مثيل في المنطقة بشكل كبير. نعم، ننتقل إلى رسائل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في خلال افتتاحه لهذه المصانع، مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية. كان هناك العديد من الرسائل، ولعل من أولها مسألة الإنتاج المحلي وتعزيز الإنتاج المحلي، وربما يتواكب هذا الأمر مع افتتاح هذين المصنعين وهذه المحطة. كيف ترى ضرورة وحتمية تعزيز الناتج أو الإنتاج المحلي لأسباب عدة، ولعل من أبرزها تخفيف الضغط على الدولار؟ هو بالطبع ده زي ما بقول لحضرتك، هو كان في الاستراتيجية الواضحة الوصول ان الدولة تحرص على تحقيق الانتاج المحلي الذاتي وتوفير السلع، وخاصة السلع الاستراتيجية في كافة مناحي الحياة للدولة المصرية. يعني احنا كنا بنعتمد بنسبة كبيرة على المنتج الخارجي، ان احنا كنا بنستورد منتجات خارجية بشكل كبير جدا، وخاصة في المنتجات الاستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية. لكن في الوقت الحالي
الاقتصادي، ومنذ ان وضعت هذه الاستراتيجيه تم البدء بشكل كبير جدا في على كافه الاجهزه الدوله انها تسعى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج المحلي من اجل مواجهه اي ازمات، ومن اجل التخفيف بالطبع على في الوقت الحالي. احنا شفنا طبعا ازمه الدولار، وكان في من قبل سلاسل الامداد اللي تاثرت، والازمه الروسيه الاوكرانيه اللي اثرت بشكل كبير على المنتجات الاستراتيجيه لكل دول العالم مش للدوله المصريه، لكن صحيح. اعتمادنا الذاتي وخاصه مثلا في المناطق الزراعيه، وان احنا بدانا نزرع الدوله المصريه ستصل باذن الله الى الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح من خلال مشروع توشكا، من خلال مشروع مستقبل مصر. قدرت الدولة فعلا انها تواجه بشكل كبير الأزمة واستيراد الأقماح من الخارج. في بالنسبة لإنتاج الأكسجين، النهاردة الإنتاج الأكسجين ده كان في إنتاج الأكسجين، ولكن الدولة المصرية وصلنا للاكتفاء الذاتي من الأكسجين. وزي ما قال سيادة الرئيس إن إحنا كان عندنا مخزون قوي جدا قبل أزمة كورونا، ولكن إن إحنا وكانت تقدر تقضي أزمة كورونا، لكن نتيجة لإن إحنا ممكن يكون في أزمات مستقبلية محتملة تم إنشاء هذا المصنع لإنتاج بنسبة كبيرة هذه الغاز الأكسجين إذن، وأيضا الكلور. كل ده بيساعد الدولة المصرية على مواجهة الأزمات، على مواجهة التحديات اللي بيواجهها العالم ككل. نعم. أيضا بيخفف على الدولة أعباء الاستيراد بالدولار بالعملة الصعبة اللي طبعا تأثرت بشكل كبير خلال الأزمة الروسية الأوكرانية. إذن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة، لديها خطة تسير عليها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وده عن طريق الانتاج المحلي في كل النواحي الاستراتيجية داخل الدولة المصرية، مع تقديم طبعا التسهيلات من الدولة من أجل تحقيق هذا الاكتفاء في كافة المشروعات. وأيضا الرئيس النهاردة تحدث أيضا على أن القطاع الخاص يجب أن يكون له دور مهم جدا، ويجب أن يكون البنوك المصرية تغطي الاعتمادات المالية للمصانع الجديدة اللي هتبدأ أن يتم إنشائها داخل الدولة المصرية، أو تقديم تسهيلات، لأن بالطبع هناك القطاع الدولة بتسعى إلى تحقيق الاكتفاء من بعض المنتجات، ويجب على القطاع الخاص أيضا أن يعمل على تحقيق هذا الاكتفاء في من خلال مشروعات أخرى كبيرة. إذا الرئيس وجه بتقديم تسهيلات، وتحدث الرئيس اليوم على الرخصة الذهبية، وقال أن تقديم الرخصة الذهبية دي من أجل فتح مجالات عديدة. نعم. من الاستثمارات والوصول إلى إنتاج أو البدء في مشروعات جديدة من خلال. نعم. هذه الصناعات. إذا الدولة بتسير بشكل متكامل من خلال القطاع الحكومي وقطاع الدولة، وأيضا على الجانب القطاع الخاص من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي. نعم، الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.